evaluate the following integral ومديني المعادلة بولونوميال بيقول عايز اطبق السنجل ابلكيشن اوف سيمسون 1/3 رول يعني ال n ب 2 وبالتالي تبقى ال h b minus a على 2 ال b 4 minus 2 يبقى كده 6 على 2 ب 3 يبقى عايزين طبعا القاعدة بتقول ايه؟ بتقول ان ال i approximate هتساوي h على 3 انها 1/3 ناخد البداية ل f نوت وناخد 4 من اللي في النص f1 وناخد ال f اللي في النهاية اللي هي f2 او fn. طيب هنا هتبقى 4 وهنا في البداية ماينس 2 زيد 3 على دي يبقى 1. طيب عايزين نجيب قيمة الفانكشن الأول الاتش بكام؟ بتلاتة على تلاتة. قيمة الفانكشن في البداية هقول 1 ماينس اكس ماينس 4 اكس كيوب بلس 2 اكس 5 واقول كالك ماينس 2 يبقى قيمة الفانكشن في البداية ماينس 29 بلس 4 في كالك 1 قيمة الفانكشن ماينس 2 عند الواحد كالك 4 1 7 8 9 ده بواحد يبقى ماينس 8 ماينس 29 يطلع 1 7 5 2. طيب بيقول لي determine the true percent relative error يعني ال i الحقيقي ناقص ال i approximate على ال i الحقيقي. لو كملنا دي كملناها كذا مرة في الفيديوهات السابقة 1104 والابروكسيمت دي يبقى 1104 ناقص الانسر على 1104 ونضرب في 100 يطلع الجواب 59%. يبقى قيمة الانتجريشن الابروكسيمت 1952 الحقيقية 1104 بخطأ 59% والمشكلة جاية من ان احنا واخدين شريحتين فقط. لو واخدين اربع شرايح كان ده طلع اقل كتير.